لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي الكرام، هذا لقاءنا الأول بعد انقطاع وانشغال بأحداث الثورة المباركة على ربوع مسلمة، ولذلك سيكون هذا اللقاء درسا استثنائيا بعنوان ثمن الحرية. إذ لا شك أن أبرز المكاسب التي سعي لها والتي بدأت تتحقق هي الحرية. ثمن الحرية يسعدنا أولا أن نلتقي بعد أعزاب حقبة من حقب الظلم والطغيان الذي تسلط على أعناق المسلمين والناس، بل إن شئت تقول ظلم امتد إجساده إلى الأرض والنبات والحيوان والهواء. هذا الظلم الذي جثم على صدور زمانا حتى ظن الظانون أنه لم يحدث الله بعد ذلك أمرا، حتى توهم المتوهمون أن هؤلاء خلق لعاد الذين قالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ إن الإنسان حين يلقى إخوانهم ويلقى أحبابهم ويلقى الناس وقد انجلت عنهم هذه الظلمة بل الظلمات، كما في الحديث إن الظلم ظلمات، إن اللقاء بعد أن جلت طائفة غير يسيرة من تلك الظلمات لهو لقاء سعيد. يسعدنا أن نلتقي في أيام من أيام الله الذي أمر الله تبارك وتعالى أن يذكر بها عباده، فقال سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله. آمر موسى عليه السلام أن يذكر بني إسرائيل بأيام الله. قال أهل التفسير: أيام الله هي الأيام التي أظهر الله فيها آياته وأقام بقدرته القاهرة. إلهي المتكبرين فرعون وجنده، وإن جاء المؤمنين المستضعفين موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل. إن الأيام كلها لله، لكن هذه الأيام التي يظهر الله عز وجل فيها من عبده وقدرته وسلطانه وربوبيته للناس كافة ما كان ربما يخفى على بعضهم في غيرها من الأيام، أيام مكرمة مشرفة مختصة من بين الأيام بالإضافة إلى الله عز وجل، إضافة للتشريف. إنها أيام الله، أيام الله التي يظهر فيها أنه لا رب سواه ولا ملك غيره. قل له ملائكة الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إنها أيام مختصة بالفضل والتشريف، إنها من أيام الله في الأرض. إنما إخوتي نعيش أياما من أيام الله في الأرض التي ينبغي أن نذكرها وأن نذكر بها أنفسنا والناس حتى لا ننساها بعد ذلك، حتى لا تظن إذا تقلب ظالم يوما ما أنه لن يزول ولن يقدر عليه أحد، حتى لا نظن إذا ظلمنا واستضعفنا يوما ما أننا لن ينصرنا أحد ولن يتولانا أحد ولن ينجينا ولن ينتصر لنا أحد. إنها أيام الله التي يجب أن يذكرها عباد الله. يسعدنا أن نلتقي في ظل حرية أوسع وهي نعمة
من نعم الله عز وجل العظيمة على الإنسان، أن وهبها الحرية كما وهبنا العقل والكرامة الإنسانية. يسعدنا أكثر أن نلتقي في ظل هذه الأيام وقد استعملنا الله عز وجل في نصرة الحق. كل إنسان شارك في نصرة الحق ودفع الظلم، من بذل دمه، من بذل كلمته، من بذل وقته، من بذل ماله، من بذل دعاءه في سجداته وفي جوف ليالي، كل من شارك بسهم فسهمه محفوظ وجهده مشكور. مرت أحداث كثيرة، خرج منها من خرج بأجر وشكر، وخرج منها من خرج بندم وحزن، تمنى أن لو كان مع هؤلاء لا لأنهم كانوا على الحق، ولكن لأنهم حازوا شيئا من النصر. فيا سعادة المؤمن حين يستعمله ربه في مرضاته ويجعل له نصيبا من إمضاء أمره في أرضه، ويكتب له سهما في نصرة الحق والمستضعفين ودفع الظلم والمتجبرين. لقد جرف من بين الخلائق إذ اختص بهذه المهمة الكريمة، إنها نعمة تستحق الشكر غير نعمة الحرية التي وسع الله بها عليها. إذا أردنا أن نتكلم عن هذه الحرية فلنتكلم أولا ما قيمة هذه الحرية. ربما لأول وهلة لم يظن الناس أن هناك أمر يستحق أن يدهن له أو يضحى أو يسعى إليه أو يخاطر. هل الحرية شيء هزيل يزيع يتنازل عنه بلقيمات تنال على ذل تحت طاولة للمجرمين؟ الحرية إخوتي أولا من مقومات الكرامة الإنسانية والتي تترتب عليها المسؤولية. الحرية كالعقل، ولذلك كان تصرفات المكره كتصرفات المجنون لا هي باطلة، لا أثر بها، لا أثر لها، ولا يعتد بها شرعا. إن فقد الحرية فقد مقومات الكرامة الإنسانية التي تجعله مسؤولا عن تصرفاته. يعني إذا نيته ناقصة مثل فقد إيه؟ العقل. إنسانيته ناقصة ولو في أخطر القضايا، أخطر القضايا التوحيد، الإيمان الذي خلق الله عز وجل له الخلق وجعل يشبه الجنة والنار. قال عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فجعل كلام المكره بالكفر له كأنه لأنه مكره، لأنه فاقد للحرية، إنه ليس أهلا لأن يصدر عنه ما يتحمل تبعاته، ما يعبر عن اختياره، ما يمثل إنسانيته، ما يحاسب عليه. فالحرية إذا من
مقومات الكرامة الإنسانية، إنك حين تستغني عنها تستغني عن جزء أصيل من إنسانيتك، كمن يستغني عن عقله سواء أو سواء. فمن مقاصد الجهاد في سبيل الله هذه الحرية. ألم يقل 40 عاما الله بعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادته وحده؟ هناك أسوأ عبودية للبشر يستعبدهم البشر، ونحن المسلمون ونحن المسلمين نبذل نفوسنا في الجهاد لنخرج هؤلاء الناس من عبودية العباد إلى عبودية الله سبحانه وتعالى، من جور الأديان إلى عدل الإسلام، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ولم يكن لديه ابن عامر متكلما بغير معاني الوحي المبين. الله عز وجل حين ذكر الجهاد قال: في سبيل الله والمستضعفين الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فالمستضعفون لهم حق على المؤمنون ان يبنوا مهجهم لازاله استضعافهم ودفع الظلم عنهم. ان الجهاد في سبيل الله انما هو لاقامه الدين، والدين يمنح الحريه للناس. ان الجهاد لازاله الاديان الذي يحول بين الناس وبين حريه الايمان، لا لنزع الحريه واجبار الناس ولو على الايمان، كما قال الله تبارك وتعالى: لا اكراه في الدين. واذا كان الجهاد قائما على قتل النفوس والاموال عرفنا قيمه الحريه. حريه يبذل لها من نفوس اولياء الله ومن اموالهم، اهي شيء قليل ام هي شيء في ميزان رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو الميزان الحق. ثالثا، لقد قرن فيها الاستعاذة بالله عز وجل من الفقر. قرن ذلك بالاستعاذة بالله عز وجل من الكفر. الفقر نقص في الدنيا، والكفر نقص الدين، ليس أي نقص لكن نقص أصل الدين. لماذا جمع بينهما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر؟ لأن الفقر يمنع الإنسان من مقومات الحياة الكريمة، لأن ظاهر الامر حرة، لكنه مكبل باحتياجاته الحياتيه الانسانيه. هذه القيود تمنعه من ان يكون حرا. فافساد دنيا الناس كما حصل في العقود الماضيه، افساد دنيا الناس داع الى افساد دينهم. إذلال الناس وإفقار الناس وتخويف الناس، كل ذلك صد كثيرا من الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. والعكس صحيح، إصلاح الغيبة
الدنيا مطلوب شرعا لأنه وسيلة إلى صلاح دين العباد. ولهذا كان في المقاصد الضرورية الكبرى خمس التي قام الدين عليها وأتى لحفظها أعلاها وأولها الدين، ثم الأربعة الأخرى هي من دنيانا إنها النفس والعقل والعلم والمال. لماذا لا يهتم الدين بإقامة الدين وفقط؟ ونتكلم على الدين والشرع وفقط، ونتهم هذه الدنيا بأنها تفسد الأمور التي لا ينفع أحد إلا أن يبشر الناس وفقط. لماذا؟ لأن إصلاح دنيا الناس في نفوسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم هو التغيير المتمهل لصلاح دينهم ولإقامة دينهم. وعلى هذا جاء بناء الشريعة الذي استنبطه علماء الأصول من استقراء فروعها كلها. رابعا، إن للمظلوم لحقه، المظلوم له حق والله يجيبه ولو كان كافرا. في حديث معاذ رضي الله عنه حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن قال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا. إذا هؤلاء الناس موحدون أم غير موحدين؟ غير موحدين، ولذلك يدعون إلى التوحيد. غير موحدين يدعون إلى الإيمان، غير موحدين يدعون إلى الإسلام. ثم قال لكم في آخر الحديث: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لماذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: واتقي دعوة المسلم والمؤمن والتقي والصالح؟ المظلوم أعم من أن يكون واحدا من هؤلاء وفقط. المظلوم قد يكون صالحا وقد يكون غير صالح، قد يكون مؤمنا وقد يكون كافرا، والظلم كله محرم ولا يظلم ربك احدا، لا مؤمنا ولا كافرا، لا صالحا ولا فاسدا. واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. الله عز وجل يسمع دعوته لانه مظلوم وله حق ويجيبه. أفحين يخرج المسلمون وهم مظلومون يطلبون أن يرفع الظلم عنهم؟ نقول نحن إننا لا نسمع صوتكم، إنكم فيكم عصاة، إنكم فيكم مفرطون في جنب الله، إنكم في رأي القائل لا تستحقون نصر الله، إنكم أأنتم أعلى أم الله؟ والله يعلم أنتم لا تعلمون. حين جعل الله عز وجل للمظلوم حقا يجاب، كيف لا يجعل المؤمن للمظلوم حقا يجاب؟ كيف؟ وهل يمتاز المؤمن الا بانحيازه الى رب العالمين؟ وهل يمتاز الا بانه يزن بميزان رب العالمين؟ وهل يمتاز الا
فكيف لا ينحاز المظلم الى المظلوم ويجيبه وينصره باي دعوه بالدعاه وتحت اي زعم زعمه؟ كيف الا ان يكون قد ابتعد قوات عن هذا الايمان؟ ان من اعجب ما صنع في ايام ذلك هذه ان بعض الناس قالوا اننا لم نظلم ولذلك لا دخل لنا بهذه القضيه. الم يقول اتشكى نحن لم نظلم الحمد لله. وهؤلاء مطعون في انسانيتهم اولا، مطعون في ايمان الانسانيه. طيب دعوا الانسانيه على جانب، لان هناك ما لا يفهم عن الانسانيه. تعال نتكلم بالادله الشرعيه في الايمان. حين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمنين كالجسد واحد، ثم ذكر الدليل على ذلك، اذا اشتكى بعضه اشتكى كله، اذا اشتكى بعضه اشتكى كله. فاذا وقعت المظلمه على بعض المؤمنين فان بقيه المؤمنين بالتبع لا بد وان يتالموا ويشتكوا من هذه المظلمه، والا لن يكونوا جزءا من جسد الامه المؤمنه. فمن لا يشعر بألم وظلم وقع على أخيه كيف يتوهج لنفسه إيمانا أقسم على أخيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حقيقة الإيمان إلا إن لم تشعر بمشاعر المؤمنين وآلامهم، إذا لم تشعر بفقيرهم وضعيفهم ومحتاجهم ومظلومهم، إذا لم تشعر بمن قتل أبوه أو أخوه أو ابنه، إذا لم تشعر بمن أسر أبوه أو أخوه أو ابنه، إذا لم تشعر بمن سلب ماله، إذا لم تشعر بمن هدد في ذلك، إذا لم تشعر بشيء من ذلك، فما نصيبك من الإيمان؟ ألأنك تتوهم سلامتك في الدنيا، ترى نفسك شيئا مستقلا، إنك فعلا شيء مستقل، ولست من جسد المؤمنين، ولو كنت منهم لتألمت لأهلهم، ولشعرت بشعورهم، ولفرحت بفرحهم، ولنالك من ألم المظالم التي نالتهم. إن الحكمة، طبعا تسمية الحكمة من باب التهكم يا إخواني، ليست حكمة. إنها الحكمة التي تمثل منتهى الأنانية. حين حكوا عن جحا كشخصية رمزية أنه قيل له قد اشتعل الحريق في بلدكم، قال ليس في بيتنا. ثم البلد كلها بيتنا سليم. قال له قد وصل الحريق إلى بيتك. قال أنا لست في البيت. يولع أنا مش الحمد لله. إلى هذه الدرجة لسان حال كل من يقول ان غيري ظالم هو يقول انا لست في البيت. منتهى الانانيه التي لا تدري تضحك منها ام تعجع ام تبكي ام تغضب. اذا هذه الحريه
ذات قيمة عظيمة. لماذا؟ إنه من حرمة الكرامة الإنسانية التي تترتب عليها المسؤولية. إنه لأجل تحصيلها شرع جهاد تبذل فيه النفوس والأموال. إنها من المصالح العظيمة التي تصلح بها الدنيا والتي من خلالها يصلح الدين. إنها من العدل الذي إن فقد ضاقت الحياة ونزعها من الظلم، والمظلوم له حق يسمعه ويجيبه رب العالمين، وكذلك يجب أن يسمعه ويجيبه المظلوم. وكل شيء قيم وغالي لا بد له من ثمن، لا بد لهذه الحرية من ثمن. أولا، هذا الثمن لابد يكون فعل الإنسان. هناك أهمية لفعل الإنسان. ربنا عز وجل خلق هذه الحياة وجعل لفعل كل واحد منا قيمة أكثر مما يتخيل، قيمة في أن يفعل ما يقدر عليه ما أمرت به مريم في قوله تبارك وتعالى: وهزي إليك بجذع النخلة يساقط عليك رطبا جنيا. هذا فعل الإنسان، هز المرأة الضعيفة في حال الوضع لجذع النخلة، هل يحرك النخلة؟ هل ينزل الرطب؟ بالمعايير الإنسانية هذا الفعل لا يؤثر، أو شئت فقل لا يكفي لإحداث الأمر المطلوب، أليس كذلك؟ طيب، إنزال الرطب هنا كرامة لها أم حكم عام؟ كرامة لها، لكن ربنا عز وجل ذكره ليبين على شيء عجيب. هذه الكرامة لما لم تحصل بغير فعل منها؟ أنت يا مريم امرأة صالحة وربنا جعلك وابنك آية للعالمين، هتقعدي كده والرطب يتنزل إيه عليك؟ إيه الفرق بين أن يتنزل الرطب وحده وبين أن تهز هي جمع النخلة ليتنزل الرطب؟ قد يقال لا فرق، لكن ما الفرق المهم ربنا اثبته في القران؟ قيمة الفعل الانسان اذا اردت شيئا ولو كان كبيرا ولو كان عظيما ولو كان اصعب من امكانياتك، ابذل ما تقدر عليه وانتظر اكرام الله عز وجل لك. لكن تجلس وتنام وتنتظر الاكرام؟ لا ابدا، انما الاكرام يكون مع البذل. المسيح الدجال فتنه عظيمه، اشد فتنه الى قيام الساعه. ما الذي يقتله المسيح ابن مريم عليه السلام؟ يعني ليس احد من المؤمنين يقدر ان يصل اليه فيقتله، وعندنا الاخبار الثابته ان المسيح عليه السلام هو الذي يقتله. على من يتنزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ليذهب فيقتل الدجال؟ انه انما يتنزل على المؤمنين الذين تجمعوا في بيت المقدس لقتال الدجال. انهم يقتلون ما يقتلون عليه، امامهم اشد فتنه الى قيام الساعه. وما
نزل المسيح عليه السلام وقتل الشيطان. إنه لم ينزل إلا على أولاد. هذه قيمة الفعل الإنساني. لابد من فعل إنساني مقدم حتى تأتي هذه المكاسب. وإن فلا تنطبق تأخذ أمنيات كاذبة. أنا تقرأ تلك الكلمة التي وعظ بها بنو إسرائيل لم يخافوا من دخول الأرض المقدسة. لما وعدوا هل قيل لهم سيحط ثوبكم ويهلك الجبارون وتدخلون أنتم هكذا بلا ثمن؟ بل قيل لهم ادخلوا عليهم الباب فإنك قتلوه فإنهم ظالمون. الوعد موجود والكرامة والإعانة موجودة، لكن بشرط فلما لم يذكره في تلك اللحظة لم يظلموا، وإنما كتب عليه يؤديه 40 سنة. فإذا لم تكلموا فإنهم ظالمون. إنه لا بد من فعل إنساني حتى تنال الحرية. ثانيا، إن الله عز وجل وهو رب عادل سبحانه وتعالى من عدله قضى بالتناسب بين التضحية وبين الثواب الرباني. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك، على قدر ماذا تعبين؟ على قدر ما تجرين. وأخذت القاعدة الفقهية الأجر على قدر المشقة، وليس معنى هذا أن يتعبد الإنسان بالمشقة، وإنما معنى هذا ألا تحول المشقة بين الناس وبين طاعة الله، فإنهم إن لم يجدوا بدا من تكبدها في مرضاة الله وصبروا على ذلك ضوعف لهم أجرهم بقدر ما تكبدوا من المشقة، ولا تساوى بينهم وبين من لم يكابد هذه المشقة. حين أتم الله عز وجل على أول هذه الأمة فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هؤلاء تميزوا، تميزوا بثبت، بغربة، بإيمان، بنصرة للدين، في حال لا تكاد تتكرر بعد ذلك، فخصوا بثواب لا يكاد يتكرر بعد ذلك. هذا من عدل الرباني. حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزه بن عبد المطلب ورجل قام الى امام جائر فامره وله فقتله، ها هنا مقام تفضيل ليس بين الشهيد وبين غيره، انما بين الشهداء في الرتب. ففي شهداء وهناك ساده للشهداء. على راس هؤلاء الساده حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، من يقاربه في رتبته الكريمة؟ رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، لأنه بذل نفسه لكلمة الحق. العلماء تحدثت في شرح هذا الحديث، قالوا كيف ولماذا وما السر أن هذا الإنسان يكون سيد الشهداء ويكون الذي يقتل في المعركة من جملة الشهداء فقط مش من زادة الشهداء؟ قالوا إن الذي في المعركة يقاتل، فهناك فرصة أن يقتل خصمه وهناك فرصة أن يقتل هو. أما الذي يقوم بكلمة الحق أمام سلطان جائر وهو مجرد من القوة التي يدفع بها عن نفسه يدخل معركة محسومة مقدمة، إن القتل بها من جهة واحدة من جهة السلطان تجاهه، فهو لا يقدر أن يدفع عن نفسه ولا أن يقتل في سبور. فهو لهذا المد أعلى رتبة ممن
يقتل على الاحتمال، قد يقتل او يقتل. هذا من العدل، هناك تنازل بين التضحية وبين الثواب. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة سنانه وذروة سنانه الجهاد في سبيل الله، لماذا الجهاد في ذروة السنان؟ أعلى شيء، لأن أعلى بذل التضحية وألم إنما يرتكب فيه الجهاد. فلازم أن يكون ذلك هو الأعلى ثوابا والأعلى بذلا. هذا من العدل، التناسل بين التضحية وبين الثواب. ثالثا، لا نصر بلا صبر، لا نصر بلا صبر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن النصر مع الصبر. فهناك ارتباط وثيق بينهما، إنه معه لن يأتي دونه. ولذلك لما سئل الإمام الشافعي رحمه الله: أيما خير للمؤمن، أن يمكن له أم أن يمتلأ؟ قال: لا يمكن له حتى يمتلأ. هو من غير ما يصبر على الابتلاء لا يقدر ينصر. وإن النصر مع الصبر، ولا صبر إلا على ألم. فلا بد من تكمل شيء من الألم، ولا بد من مشاهدة النفس بقدر من الصبر. وهذا هو السبيل الوحيد لأن يحاذى شيء من النصر. حقيقة الإنسانية، صاغ الشعراء حين قالوا أو قال أحدهم: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تدرك المجد حتى تضع الصبر. هذا إيمان بهذا. رابعا، إن الألم والتضحية غير مختصان بالبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. فليس من يقومون للحق فقط هم الذين يموتون، ولا هم الذين يتألمون، ولا هم الذين قد يبتلون في أموالهم أو أولادهم أو أخيهم أو دنياهم على وجه العموم. إن ذلك كله مقسم للقدر الوجداني على العباد. قال سبحانه وتعالى: ليدحض هذه الدنيا أينما تكون يدرككم الموت. لا تظن إن وقوفك موقف الحق هو الذي يجد لك الموت، وإن وجودك بين الجبناء هو الذي يبعدك عن الموت. أينما تكون فالموت سوف يدركك إنه يلاحقك. قل إن الموت لن تفرون منه فإنه ملاقيكم. ذلك ما كنت منه تحيد مهما حدث. أنت ميت ميت، وكل الناس يعمل إلى الحياة. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسلكونا ساء ما يحدث. هذه الآية ذكرناها وتكلمنا عنها سابقا في دروسنا الماضية، هل تسمعونها؟ إنها في أول سورة العنكبوت، آية لامين: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أعيدها باختصار. شيخ الإسلام رحمه الله كلام بديع مشرح، وكلام متشابه مع كلام أهل التفسير. الله عز وجل حين يدعو نفي الإيمان، فإما أن يقولوا آمنا وإما أن لا يقولوا. فمن قال آمنا لابد أن يمتحن ليتبين هو صادق أم هو كاذب. طيب، الذي لم يقل آمنا هل خدع ربه وأهلنا من الامتحان؟ خلي بقى اللي آمنوا هم اللي يشربوا الامتحانات. هم قالوا آمنوا استحملوا. لا لا لا، الله سبحانه يبدل هذا الأمر فيقول: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا بشيء؟ لا، تؤمن بالله سبحانه وتعالى. ساء ما يحدث، ما
الله يحكم هكذا هو سيء الظن بالله، سيء المعرفة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك دعوني أتأمل معكم أشياء كثيرة تعرفونها. هناك من أقصد الحزن والتألم، أنا بتكلم عن الذين ولوا تهويلا وقالوا يا لقد قتل في هذه الأحداث مئات. صدق النفس عزيزة والدم غالي، ولا نصرف قطرة دم أي إنسان مسلم، لكن هؤلاء نسوا أن الظلم عبر السنين الماضية كان في مظلمة واحدة يقتل له أكثر من ألف. كم واحد ضرب في عبر السنة؟ في ساعة 1400 أكثر من اللي قتلوا في الأيام دي كلها أضعاف. في الأرض وفي النهاية لما قالوا أين حكمنا؟ أخذ منهم. انتوا عارفين بقى والظالم المجرم الذي استهان بدماء المساكين بريء بريء له كل المكتسبات. وصحيح هم السبب لان هم ما اتعلموش السباحه. حد يركب سفينه معبره من غير ما يتعلم السباحه؟ ده كلام. وهم السبب علشان احترقوا بيركبوا عبارات، مش قالوا كده يبقوا ولاد دوام يركبوا طيارات. هما السبب. كيف تنسى دماء هؤلاء؟ اخواني الذين قتلوا في القطارات كم عدد؟ اهو في البر والبحر. طائرات ربنا يرحم المسلمين احياء وامواتهم. كم عدد؟ طب بلاش بلاش. تعرفوا ان القتال بسبب حوادث معروفه بسبب فساد احوال الطرق قد ايه كل سنه؟ مئات اكثر. فين الذي يقتل في هذه الاحداث؟ الا الذي يتكلم يتعامى او يتغاضى عن ان الذين يقتلون بسبب الظلم والفساد هم اضعاف هؤلاء الاعداء. اخواني الذين يقتلون للمرض من تسميم الطعام والهواء والمياه، اذهبوا ان شئتم الى اي مستشفى لغسيل الكلى، اذهبوا الى اي مستشفى لعلاج الاورام، اذهبوا انظروا الاف المساكين الذين يموتون موتا مطيعا بسبب السموم التي ادخلها المجرمون في الارض والماء والهواء والطعام. اذا اردنا ان نزل الميزان عادلا فنقول هل الامر يستحق او لا يستحق؟ فنقارن شهداء هذه الاحداث، شهداء طالب الحريه بالشهداء الذين لقوا حتفهم ولم يطلبوا ولم ينالوا. طيب فلنتجاوز الكم ولنتكلم عن الكيف. في كم؟ قتل اناس وهم ابطال وهم مقبلون وهم يطالبون بحقهم، فهذه هي قتلوا بها. قبلهم قتل اناس في السجون في الاقسام في مهما الدولة بالصواب هذه العظمية تحتها. هل هذه الكيفية أشرف أم هذه الكيفية؟ لو قيل الإنسان تموت وأنت تدافع عن حقك ولا تموت وأنت مكبل لا تستطيع حتى أن تدافع عن نفسك؟
أين أين أين؟ إنه لا سواء، لا كما ولا كيفا. وإن ضريبة الذل أغلى وأكبر من ضريبة الذل. نحن إن شاء الله سبحانه وتعالى أذن إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وبعد. رابعا، إذا كنا تكلمنا عن ثمن الحرية فلا بد أن نتكلم عمن يتحرك ويعمل الحرية. إخوتي الكرام، إنه لا يتحرك للحرية إلا أحرار النفوس. ألم تتأملوا قصة بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام لما طلبوا أن يبعث لهم نبيهم ملكا يجاهد في سبيل الله، ثم علموا ذلك فقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فالإنسان الحر تؤلمه المظالم، والإنسان الحر له طلب مشروع أن يقاتل على حقه، والإنسان الحر هو الذي يسعى لانتزاع حقه من الظلمة. ولم يكن ذلك نقصا فيهم، ولو كان نقصا لقال له نبيهم لا تقاتل من اجل هذا، انما اجابهم. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. قال الله والله عليم بالظالمين. من هم الظالمون هنا؟ هل اللي اخذوا اموالهم وديارهم وابنائهم؟ لا، من الظالمون هنا؟ انهم الذين تولوا عن طلب حقهم وتخاذلوا عن نصرة حقهم. انهم الذين لم تتحرر نفوسهم ولم يقبلوا ولم يكن عليهم ان يبذلوا ثمن الحرية وثمن اخذ الحقوق واسترداد الديار والابناء. انهم في حب الله ظالمون. لقد ظلموا انفسهم، ظلموا حين بخسوها حقها وتنازلوا عن كرامتها الانسانية وضيعوا حقوقها وأخذوا إلى راحة مظلومة وسن مسعوم. حين أبوا أن يدفعوا ضريبة الناس ورضوا ضريبة الدنيا، إنهم في حكم الله ظالمون. والله عليم بالظالمين. أما أحرار النفوس الذين لم يظلموا أنفسهم هم الذين يستمسكون بحقهم ويستخلصون ما يبذلون في سبيله. إن الأحرار ليسوا كالكلب الذي ردي في الأسد. هل تعرفون قصة الكلب؟ إنها قصة شهيرة، شاهدها أحد الناس فاستوقفته وتعجب منها وكتبها. شاهد كلبا في عنقه طوق، والطوق به سلسلة في يد إنسان، والكلب يسير أثيرا ذليلا يقاد بالسلسلة والطوق. وفجأة هز الكلب رأسه وأخرج عنقه من الطوق فرح بحريته، جرى يمينا وشمالا، ثم لم يتخيل ان يعيش بعيدا عن الطوق، فرجع بسرعه وسعى ان يدخل راسه في الطوق مره ثانيه.
ثم هز بلده سعيدا بالعبودية بنفسه. إنه كلب، لكنه رمز وعنوان لمن لا يتخيلون أن يعيشوا إلا والطوق في أعناقهم والسلاسل تجرهم. إنهم لا يتخيلون أن يعيشوا أحرارا، إنهم لا يريدون أن يتعبوا لأجل الحرية. لعل الكلب فكر إنه إذا صار حر سيبعث لتحصيل الطعام، حتى في النسل يأتيه سيده بالطعام ولو كان أتاه الطعام، فأنفع ذلك. ويحب الله عز وجل أن يكون للمؤمنين مثل الشرك. خمسا وأخيرا إخوتي الكرام، إنه لابد من مواصلة الطريق، ولا بد من حسن القرن بالله رب العالمين. وقد كان كلامنا السابق في هذه المسألة آخر عهد كنا نتكلم عنه من عوائق الاستقامة سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، إن ذلك يصد الإنسان عن الإيمان وعن العبودية وعن الطاعة وعن البر في مرضاة الله عز وجل. أما من أحسن الظن بالله فإنه يعلم أن الله لم يضيع عمل وأن أجره لم يفوت، وأن الكرم والعطاء الروحاني سيتنزل وسيأتي، وأن أوضاع الدنيا كل أوضاع الدنيا يغيرها الله تبارك وتعالى ما بين غمضة عين وانتباهتها. فظنه حسن وثيق بالله سبحانه وتعالى لا يركن إلى دنيا ولا يعظم في علمه ظالمي، ولا يتوهم أن سلطان على الأرض لا يزول، إنما هو من سعب مستعبد لله وحده حر من كل عبودية لغيره عز وجل. لابد إخوتي من مواصلة الطريق، لابد أن نحسن الظن بها سبحانه وتعالى، أن يأتيني الخير الكثير ونسعى نحن لهذا الخير ونعتمد عليه سبحانه وتعالى. لابد أن نتحلى بالمسؤولية وأن نعلم أن في أعناقنا واجبا لا يجب أن نتأخر عنه. لابد أن نقتدي بالأنبياء في بذلهم في مرضاة الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وذكرنا قبل أن هذه الآية إنما تنزلت في سياق الكلام عن غزوة الأحزاب، وهذه الآية جعلها الله فاصلة بين ما وصف من أحوال المنافقين وبين أحوال المؤمنين. المنافقون الذين لما رأوا ظاهر الدنيا مع الكفار قالوا ما علمه رسوله إلا هو. المنافقون الذين تعلموا للانسحاب إن بيوتنا عورة، وما هي العورة يريدون إلا فرا. المنافقون الذين استعدوا لأن يبيعوا كل شيء ولو دخلت عليهم من الأقطار ثم يسكنوا الفتنة لا أنتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. المنافقون الذين أحبوا أن يتابعوا الأحداث عن بعد يسألون فقط ويسمعون فقط ولا يدفعون ثمنا أبدا. هؤلاء كلهم ذموا الله في كتابه وقال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تكونوا كهؤلاء، هؤلاء لم تكن لهم أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم، أسوة قدوة صالحة في ثباته وصبره وجهاده ونصرته صلى الله عليه وسلم. وقالوا الأسوة ليس فقط القدوة، إنما الأسوة ما يتأسى بها أي يتعزى. انظر كيف تعب النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب لما كشف الصحابة كلهم قد ربط على أمه من الجوع وجهه حجرا حجرا، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يكشف عن حجرين لشدة الجوع والجهد، يسكت جوع بطنه بحجرين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم وأشرف خلق الله سبحانه وتعالى يصيبه ذلك في مرضاة الله، أفتظن نفسك أنت أكرم وأغلى من أن تتحمل وتتألم شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ ومن أنت؟ لقد كان عليكم في رسول الله
اسوه حسنه، لكن ليس لكل احد لما كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. هذه اخوتي الوجهه التي احببت ان اتذكرها معكم في لقائنا الليله، اعيد عليكم عناصرها حتى لا نفتهم. اننا نتكلم عن ثمن الحريه، ويسعدنا ان نلتقي ونتكلم عن ثمن الحريه. لماذا؟ لان الله قد ازاح عنا كثيرا من ظلمات الظلم، لاننا في ايام من ايام الله سبحانه وتعالى المشرفه بالنسبه اليه، التي احتفل فيها اعداءنا واكبر فيها اولياءنا، التي دفع فيها الظلم والطغيان بقدره الرباني الله سبحانه وتعالى. لاننا يشرف ان نلتقي في ظل حريه اوسع، وهي نعمه من الله سبحانه وتعالى تفضل علينا بها. اننا يسعدنا ان نلتقي وقد استعملنا الله تبارك وتعالى في نصره الحق، كل بما وفق اليه وما اعين عليه وما اتيح له. فهناك من بذل من دمه، وهناك من بذل من وقته، وهناك من بذل من ماله، وهناك من بذل من دعائه، وكل قد كتب له نصيبه في هذه المرحله. ثانيا، ما قيمه الحريه؟ ما قيمه الحريه التي سعي ويسعى اليها؟ انها من مقومات الكرامه الانسانيه، والتي تترتب عليها المسؤوليه كالعقل سواء سواء. انه لاجل تحصيلها شرع الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فتبذل النفوس والاموال. ان تحقيق الحريه واغناء الناس واصلاح الدنيا مطلوب شرعا لاصلاح الدين، ولولا ذلك ما كانت الاستعاذه بالله تبارك وتعالى من الفقر بالاستعاذه به عز وجل من الكفر. رابعا، ان المظلوم له حق، يجيبه الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، والمؤمنون جديرون بان ينحازوا الى ربهم وان يجيبوا دعوه المظلوم ويكون انصارا لهم. ثالثا، لابد للحريه من ثمن. اولا، انه من المهم ومن سنن الله تبارك وتعالى في خلقه اعتبار الفعل الانسان. بغير الفعل الانسان لا تنتظر الكرامه، فلا بد من فعل الانساني تبذله ولو كان لهدف هو اكبر من قدرات هذا الفعل. ثانيا، ان من عدل الله سبحانه وتعالى ان كتب التناسب بين التضحيه وبين الثواب. ثالثا، انه لا نصر بلا صبر ولا صبر الا على الم. رابعا، ان الالم والتضحيه غير مختصين بمن يبذل في مرضاه الله، بل قد كتب على الناس في هذه الدنيا نصيب من ذلك، فكل الناس يموت، كل الناس يتالم، لكن هناك فرق بين من يصيبه ذلك وهو مطيع لله متشدد بها بالطاعه، وبين من يصيبه ذلك وهو يدفع ضريبة الذل أضعاف ضريبة العز. رابعا، إنه لا يتحرك للحرية إلا أحرار النفوس، ومن نكل عن التحرك بحريته وحقه فقد وصم الله تبارك وتعالى بالظلم، إذ ظلم نفسه ظلما بينا، فليس هو بالممدوح ولا بالمعذور. انه ليس لنا مثل السوء، لسنا كالكلب الذي يسعد في طوقه. خامسا واخيرا، لا بد من مواصله الطريق وحسن الظن بالله والتحلي بالمسؤوليه والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صبره وجهاده وتحمله في مرضاه الله، وليتعزى بما اصابه صلى الله عليه وسلم، فانه ليس احد منا اكرم منه ليشق عليه ان يبتلى بشيء، وقد ابتلي خير الناس وسيد الناس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.